أيها الإخوة، إن عمر الإنسان في هذه الدنيا قصير ومحدود، وإذا أخذت عمر أي إنسان، قل مثلا 100 سنة، مع أن أكثر الناس لا يصل لمئة سنة، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، لكن لو افترضنا أنك عشت 100 عام افتراضا، كم نسبة هذه 100 عام ليس إلى الآخرة بل إلى الموقف، موقف الناس على عرصات يوم القيامة؟ يوم القيامة يوم طويل وثقيل، مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة، كم نسبة عمرك إلى 50,000 سنة؟ ويبقى الناس على عرصات يوم القيامة بعدما يحشر حفاة عراة غرلا غير مختونين، يموجون في هذه الأرض منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، حتى إنهم يملون ويسأمون كما ورد في الأثر، حتى أهل النار مع أنهم يعلمون بأنهم قادمون إلى النار إلا أنهم يسأمون ويملون من طول الموقف. 50,000 سنة. ويطلب البشر من الأنبياء، من أولي العزم من الرسل، الشفاعة إلى الرب عز وجل. الشفاعة في ماذا؟ في أن يفصل وأن يقضي بين عباده، وكلهم يعتذرون إلا محمد عليه الصلاة والسلام فلا يعتذر ويقبل الله شفاعته، وتنصب الموازين وتنشر الدواوين ويقضي الله بين الخلائق، وذلك بعد مرور 25,000 سنة، يعني منتصف اليوم، لقول الله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. والقيلولة عند العرب منتصف النهار، كما روي ذلك عن بعض السلف، روي هذا عن ابن عباس وعن مجاهد وعن طائفة من السلف، وذكره المفسرون عند تفسير الآية أن الفصل يكون بعد مرور 25,000 عام. وحتى هذا الرقم رقم كبير، كم نسبة عمرك إلى هذا، إلى 25,000 سنة تكون على عرصات يوم القيامة قبل أن يقضى بين الخلائق؟ فأقول أيها الإخوة، عمر الإنسان في هذه الدنيا محدود وقصير جدا، فحياتك حياة قصيرة، فينبغي أن تغتنمها وأن تتزود بزاد التقوى، أن تغتنمها فيما ينفعك بعد مماتك، أن تغتنمها بالأعمال الصالحة، وخاصة في المواسم التي تضاعف فيها الأجور والحسنات كهذا الموسم الذي نعيش فيه. ثم أيضا، ما مضى من عمرك تنساه، بل عمرك كله إذا أتيت يوم القيامة تنسى جميع ما مر بك من بؤس ومن نعيم. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض. لاحظ هذا الوصف، أنعم أهل الأرض، يعني لو أخذت البشر منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، أكثر البشر نعيما، لكنه من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ ماذا يقول؟ يقول: لا والله يا رب، ما رأيت خيرا قط ولا مر بي نعيم قط. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا، أشد البشر بؤس منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، إنسان بئيس، ما في أحد أكثر بؤسا منه، لكنه من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط ولا مر بي شدة قط. فإذا كان هذان أكثر أهل الأرض تنعما وأشدهم بؤسا، ينسيان ما مر بهما من نعيم ومن بؤس، فما بالك بغيرهما؟ ولهذا أيها الإخوة، ينسى الإنسان كل ما مر به، ولا يبقى له إلا ما قدمت يداه، فينبغي أن يغتنم المسلم ما تبقى من عمره في هذه الدنيا، وأن يضاعف الجهد في هذه المواسم الفاضلة
التي تضاعف فيها الحسنات والأجور.